القرار هذا قرار جد مهم، لان شفنا كنشوفوا واحد الظاهره ديال التريبورتورات انهم ما كيحترموش قوانين السير. كنشوفوا ان الفوضى ولات كثيره نظرا لهاد الاصطدامات ولا يعني الحوادث السير، وخصوصا حتى في الاحياء الشعبيه كنشوفوا انهم كيستعملوهم بواحد السرعه فائقه وما كيحترموش قوانين السير. لهذا هذا قرار صائب بالنسبه للحكومه. القانون الجديد اللي داروا ديال بالنسبه لي ديال ترامبورتوراج ما صالحش اخي، الكسايد بزاف، مصائب بزاف. انا بالنسبه لي بتعاملت انا شنو السبب ديال ترامبورتور باش ماتت، فهمتيني؟ ترامبورتور هو اللي سبب باش حتى ماتت هي، وما خصهمش بالنسبه لي ما صادقش، من الاحسن يحيدوه. يعني بالنسبه للبيرمي بس ترامبورتور هذا ما صادقش كاع ترامبورتور عندنا في البلاد، كنت حيدو غادي نرتاحوا حنايا. ما تيحتارموا لا فيروجات، ما تيحتارموا لا بنادم في الطريق، تقريبا هما اكثريه بسبب الكسايد ديالهم ترامبورتور. ها هو شوف بعينك دابا هنا ولا هنا غادي تشوف كيفاش يدوزوا وكيفاش يرجعوا، تيحتارموا لا بنادم مرحامله دايزه راجل كبير، ما كاينش الاحترام كاع. بالنسبه للتريبورتور تيعتقوا واحد المواقف، يعني تيهزوا البضائع بزايد وتيعتقوا الناس تيهزوهم، هذا هو المشكل اللي كاين عندهم. وهي هما لا ليسونسون ديالهم تيهزوا بنادم بزاف، يهزوا واحد ماكسيمو شي حاجه قليله صافي، هذا هو الحال اللي عندهم هما. فكره مزيانه يعني، حتى هو تحس به بحاله بحال الطونوبيل بحال الكاميو، يعني راه عنده خصو يكون عنده البيرمي، خصو يكون عنده مسؤوليه يكون عنده البيرمي. انا يعني كيسوق بلا بيرمي راه يعني ما عندوش المام، ما عندوش المام يعني غادي نقول خصو يكون عارف، يعني خصو يكون دوز بيرمي يكون عارف ماشي غير تبع الموتور زين ما عارف شنو خيط وصافي. كسائق تريبورتور اخويا غنسوق تريبورتور بعقلي، غنمشي بعقلي، انا غادي نخدم بواحد الحاجه غنمشي بعقلي، غنمشي ساحي غنمشي بخير. هنايا شكون اللي خيب، شكون اللي دار لنا هاد المشاكل كامله؟ بنادم شمكار خارج الطريق، مولاي شي يدير لنا هاد المشاكل، بنادم ما مسوقش مقرقه بلا حربات الحبات ديال دو بوان لا دو جيجا ما مسوقش، فهمتي الديكور؟ ما مسوقش بنادم اخي، يدخل في طريق بورتور بحرق الضو ما عندوش المشكل، يقدر بوليسي راه عندي 20 بوليسي تيقفوا في قدامه تيزدحوا، ما تيعقلش عليه. ولكن باش تقول لي اخويا ندير انا هذا الشيء لا، ديروا القانون ديال بيرمي مرحبا ما كاينش المشكل، ما تزيدوش لنا في لاسيرونس وبقاو خدامين ونطبقوا معاكم القانون ما كاينش مشكل، انا راه مواطن مغربي. كاين بنادم تيركب على طريق بورتور هو سكران ولا تيهيلي، شحال من مره تركب مع بنادم في طريق بورتور في بلايص غادي هو تيهيلي. هذا هو المشكل، شي تيخرج على شي، ومباراه كاين اللي عنده تريبورتور خدام به داخل سوق راسو، كاين شي واحدين تيشوفوك راكب على تريبورتور وجهك تيخيبوا لك، كيقول لك انت واحد انسان خايب، وانت بالعكس زوير انت ذاك تريبورتور ديروها باش تخدم وكذا. ما تنساوش تابوناو في لاشين اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.